ينضم إلي هنا في الاستوديو المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي شكيب شنان. يعني أهلا بك سيد شكيب، هل نستطيع القول في إطار هذه التحديثات للأزمة ما بين البلدين أن لابيد أخفق في أولى امتحاناته كرئيس وزراء بديل ويعني قاد العلاقات الدبلوماسية ما بين إسرائيل والحليفة الروسية إلى حقل ضبابي؟ خلينا نقول بشكل واضح انه في هنالك ثلاث حالات او حالتين يجب الحذر بهما، السير بين النقاط عند تحت المطر والسير في حق الالغام. اما الحاله الثالثه التي نتجت بين اسرائيل وروسيا هي السير تحت المطر في حق الالغام في ان واحد. وهذا الوضع الذي موجود به يائير لابيد، من جانب واحد عليه ارضاء بايدن والغرب فيما يتعلق باوكرانيا، ومن جانب اخر عليه الحفاظ على العلاقات مع روسيا من أجل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية في كل في داخل روسيا مع الوكالة الصهيونية، وفي سوريا فيما يتعلق في الحرب مع إيران وازدياد قوة إيران في لبنان وسوريا. وهذا الوضع شائك جدا، لا يمكن أن نقول أنه أخفق، إنما نقول أنه في وضع محرج جدا، ويجب عليه أن يجد السبيل للسير في حق الألغام تحت نقاط المطر، وهذه ليست مهمة سهلة. لذلك الموضوع لا يزال في مراحل تكونه الأولى، فروسيا تضغط على إسرائيل جدا، والغرب لا يقبل أي تنازل من إسرائيل وعدم شراكة إسرائيل في الجهود الغربية في أوكرانيا، والتوازن ما بين الأمرين هي تكاد تكون مهمة غير قابلة للحل. تداعيات هذه الإخفاقات إن صح التعبير على يعني مستقبل الحكومة المقبلة والتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في سوريا، ويعني التعاون الإسرائيلي الروسي في يعني تحييد الخطر الإيراني ولو من تحت الطاولة. خبراء الأمن الإسرائيلي لا يزالون عند الإيمان أن روسيا لن تغير مجرى الحدث فيما يتعلق في سوريا، ولذلك ذهبت إلى موضوع شل عمل الوكالة الصهيونية في داخل روسيا، وهذا الأمر يدخل في أطر إضافية. ولكن موضوع العلاقة الروسية الإسرائيلية الشامل يوجد عليه علامة سؤال كبيرة، ستبدي الأيام القريبة بعد المفاوضات أو المحادثات التي ستجري في الأيام القريبة في داخل روسيا بين الدولتين إلى أين ستتمخض النتائج عن هذه المحادثات. اعتقادي الشخصي أنه أيضا لروسيا توجد مصالح تريد الحفاظ عليها بالشرق الأوسط ولا تريد المخاطرة بها، وإسرائيل لها جزء في ذلك. لذلك سيتم التفريق ما بين ما يجري على الساحة الشرق أوسطية وما يجري في داخل روسيا، وهنا ستكون معادلة جديدة في العلاقة ما بين الدولتين. شكرا جزيلا لك شكيب شنان المحلل المتخصص في الشأن الإسرائيلي على كل هذه التوضيحات.